أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عند فتحي لفاتورة التلفون هذه المرة وجدت كابونا تعلن فيه إحدى الشركات وتقول غيار زيت مجانا لحامل هذا الكابون أو الكوبون، فما حكم أخذ هذا الزيت مجانا عند تقديم الكوبون لهم؟ هذا من القمار كما عرفتم، هذا من نفس القمار، يسمونه جوائز وحوافز، هو قمار يعني أكل المال بالباطل. وهذا يحدث أيضا ضرر بأصحاب المحلات، لأنهم إذا لم يعملوا هذا الشيء ما جاءهم أحد، فيضطرون إلى أن يعملوا هذه الأمور، فالواجب منعها من الأصل. نعم.